ديما رجاء كنحب هذا الكيان وكنتمنوا ليه غير الخير وكنت ديبلاصاو معاه في اي بلاصه مشى كنفديو بروحنا بمالنا بكل شيء وان شاء الله 3 بوان من ملعب ادراري ان شاء الله ونبقاو منافسين على البطوله ولما لا ان شاء الله نهزو السمراء هذا العام ان شاء الله ونفرحوا المغاربه ونفرحوا الرجاويين كاملين ان شاء الله. الاداء ديال الفريق رغم هاد الابتزازات اللي كتدور دابا في الكواليس كنتمنوا من اللعاب يبقاو مكونسونطرين على الماتشات يلعبوا كل ماتش بماتش وان شاء الله يديروا كل ماتش فينال وان شاء الله غيكون غير الخير. انا الحاج من مدينه اكادير وحسني ولكن الحمد لله كل حسنيه كل رجاء كل وداد وحنا الحمد لله مشجعين واللي لعب مزيان يربح والقضيه ديال الرجاء راه كتمثلنا والوداد راه كيمثلونا وحنا الحمد لله كل واحد بغينا ليه الخير ما بغينا حتى شي واحد الشر من مدينه اكادير وحنا كنشجعوا الحسنيه عندها التقديم وعندها قدماء والرجاء عندها القدماء والوداد قدماء من بكري وهما كيلعبوا الكره وحنا الحمد لله اللي يلعب الكره راه يربح يكون الرجاء ولا يكون الوداد ولا يكون جديد ولا اخر يبقى ولا قادر والحمد لله وحاشا الملك. اليوم فيما كنتم كتعرف الرجاء ديما راه فريق كبير فريق كيحارب على الالقاب وكل شيء مربوح ان شاء الله اليوم 3 بوان. نعم شحال؟ نقول لك واحد جوج زارو جوج لواحد الرجاء وديما الرجاء. اليوم ان شاء الله مربوح الرجاء العالمي ربح اللي محتاجين ليه ان شاء الله باش نضمنوا الدوزيام بلاص في البطوله. واللعابه الصراحه يعني داكشي اللي كيديروا راه حنا فخورين به. راه ما كيعطيو زعما اداء اللي زوين ومشرف ان شاء الله العصبه راه ديالنا هذا عام وديما راجل.